بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة سيشن OSPF Non Broadcast Multi Access OSPF. الـ OSPF احنا عرفنا ان هو بيربط area بarea، او علشان اربط مجموعة من الرواتر ببعض لازم اكون انا عامل ديزاين للسيستم بتاعي في كل منطقة جغرافية او في كل محافظة او في كل زون بيكون فيها مجموعة من الرواتر متصلة مع بعض في اريا واحدة. وقلنا ان اريا زيرو دي دايما بتكون الباك بون اريا بتاعتنا، وهي العمود الفقري للسيستم بتاعنا ككل. الرسمة اللي عندنا هنا ديت بتوضح ان الهيد كوارتر او المبنى الرئيسي اللي موجود في اريا زيرو، وكل راوتر من الرواتر اللي موجودة هنا ده راوتر حدودي او يطلق عليه ABR راوتر، يربط اتنين اريا ببعض زي برضو ما اخدنا قبل كده. فمثلا الريد سي عندنا انترفيس سيريال 000، ده بيبقى الشبكة بتاعته شبكة 10 ممبر في اريا زيرو. اما انترفيس سيريال 001 ده في اريا 41 وهكذا. فعندنا اريا 41، اريا 51، اريا 31، اريا 21، وعندنا في النص هنا الهيد كوارتر بيربط كل الرواتر ببعض. طبعا القصة هنا ان انا بحتاج ان الرواتر اللي في الفرع الرئيسي تتربط ببعض، وبنكون محتاجين لسرعة عالية تنقلهم او تنقل الترافيك بينهم بشكل كبير. كابلات السيريال الحد الأقصى ليها 128 ميجا، والستاندرد أو الديفولت بتاعها 4 ميجا. لو أنت عاوز سرعة أكبر من 4 ميجا لازم تدفع لايسنس، وطبعا ده سرعة غير كافية عشان تنقل الترافيك أو التوبولوجي ترافيك ما بين الفروع بتاعتنا وبعضها. فعلشان أتلافى مشكلة زي ديت بضطر أن أنا أحط ما بين الراوترز دي اللي هي في الغالب بتكون في مبنى واحد أو في راك واحد او في غرفة واحدة، بحب اوصلهم او يفضل ان اوصلهم بسويتش واستغل السرعة المنقولة ما بينهم. ممكن تكون فاست ايثرنت او جيجا ايثرنت، فبالتالي الترافيك المنقولة ما بين كل اريا والتانية من خلال اريا زيرو تكون منقولة بشكل اسرع. لكن النوع ده من الاوس بي اف بيحدث عاصفة من البرودكاست ترافيك، ممكن توقع السيستم كله او التوبولوجي كلها تكون مهددة ان الترافيك كلها ما توصلش لبعضها، لان السويتش ده هو وان برودكاست دومين، فالترافيك بتتنقل من كل راوتر هيحتاج انه يعرف لكل راوتر واصل معاه او واصل قدامه كل الشبكات اللي عنده. وقلنا ان في هيلو مسج بتتبعت من خلال الاوس بي اف كل 10 ثواني، كل راوتر بيبعت لجرانه كل 10 ثواني هيلو مسج عشان يعرف هل الراوتر ده والشبكات اللي وراه قائمة بذاتها ولا لأ. وكل 30 دقيقة كل راوتر بيبعت اللينك ستيت ادفرتايزمنت او الـ LSA تيبلز، اللي هي عبارة عن كونتينر لثلاثة تيبلز، الراوتينج تيبل والتوبولوجي تيبل والنيبرز تيبل. طبعا كل ده بحتاج ان انا انقله من راوتر لراوتر. فهنا تيجي الرواتر بقى، كل راوتر في المثال اللي قدامنا هنا عندي 4 رواتر، الاربع رواتر دول هيحدثوا عاصفة من المالتي كاست ترافيك. العاصفة دي مش هتقف، لان مفيش هنا راوتر زعيم يفصل ما بينهم. لان لو جه حصل ان راوتر منهم شبكة عنده خرجت من الخدمة او انترفيس وقعت، لازم يروح يعلم كل الباقيين، او نتورك انضافت او تعدلت او بيرفكس نمبر اتغيرت، لازم برضو يعدل عند الباقيين كلهم. فالاوز بي اف باي ديفولت بيستخدم هنا آلية اسمها ديزيجنيتد راوتر او دي ار راوتر، وكمان معاها بي دي ار راوتر. دي عبارة عن ان الاوز بي اف اوتوماتيك بيسلكت راوتر زعيم، الراوتر دوت هو المايسترو للتوبولوجي كلها لو احنا موصلين الرواتر بتاعتنا على سويتشات. وبالتالي عن طريق الراوتر الزعيم ده، هو لو في اي حد عاوز يبعت اي ابديتس يبعتها للراوتر الزعيم، ولو الراوتر الزعيم ده هيابديت السيستم
كل الرواتر اللي عندنا في السيستم تسمع منه هو، وبيكون ليه باك اب ينوب عنه في السيستم.